فضيلة الشيخ، ما حكم استعمال المرأة لحبوب منع الدورة الشهرية حتى تصوم جميع شهر رمضان؟ لا تستعمل هذه الحبوب لأنها ضارة، كما ثبت ذلك عندنا بقول الأطباء، والأطباء في هذه الأمور هم مرجعنا، فيذكرون عنها أضرارا كثيرة، ولذلك كثرت التشوهات في الأجنة يعني في الأحمال، كثرت بين النساء، ما أكثر اللاتي يقولن إن الولد ما له جمجمة، ما له يد، ما له رجل، وما أشبه ذلك. هذه قال لي بعض الأطباء الموثوقين إن من أسبابها أكل هذه العقاقير، لذلك نقول لا تأكل المرأة شيئا من ذلك. فإذا قالت يفوتني الصوم والصلاة، نقول بأمر من فاتك الصوم والصلاة؟ بأمر الله عز وجل. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي تبكي في حجة الوداع قبل أن يصلوا إلى مكة، وكانت عائشة رضي الله عنها محرمة بالعمرة وحارت بسرف في الطريق، ودخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، قال ما لك؟ أخبرتها أنها لا تصلي، قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، والواجب على المرأة أن ترضى بقضاء الله وقدره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا شيء كتب الله على بنات آدم تسلية لها، يعني ليس خاصا بك، كل بنات آدم يأتيها الحيض. لذلك أقول لا تستعملي هذه الحبوب، والحمد لله إن صمت فبأمر الله، وإن أفطرت فبأمر الله. نعم.